Good morning, West and Terra. Echo India Sierra Kilo Papa requesting engine start. حياكم الله جميعا، معاكم عزيز سالم. اليوم راح اتكلم معاكم باكثر موضوع توصلني عليه اسئلة، واللي هي دراسة الطيران. اخترت اهم 10 اسئلة راح اجاوب عليها. راح ابلش الموضوع على طول. ناخذ اول سؤال. اول سؤال هو: هل دراسة الطيران تدرس بجامعات؟ لا، دراسة الطيران ما تدرس بجامعات. دراسة الطيران تدرس بكليات خاصة داخل مطارات. يعني انت راح تروح مطار الدوم، مطار كل يوم، عساس تقدر تدرس وتطير بنفس الوقت. هذا اول سؤال. ثاني سؤال: لازم يكون عندك شهادة ثانوية عامة؟ لا، مو لازم يكون عندك شهادة لا ثانوية عامة ولا حتى لازم تكون علمي، بس اغلب الشركات راح تطلب منك شهادة ثانوية عامة. بس عشان انك تدرس طيران لا، ما تحتاج شهادة ثانوية عامة ولا تحتاج شهادة جامعية ولا شيء، بس بالتقديم صدقوني راح يطلبون منكم شهادة ثانوية عامة. وفي بعض الحين الأماكن توقع الصين قامت تطلب شهادة جامعية، فأحسن إنه يكون عندك باكب. السؤال الثالث: هل تحتاج لغة إنجليزية عشان تدرس الطيران؟ طبعا اللغة الإنجليزية شيء أساسي. إذا ما عندك لغة، تعلم اللغة بعدها ادرس الطيران، لأنه راح تكون كل موادك باللغة الإنجليزية. عندك 14 مادة راح تكون كلها كاملة باللغة الإنجليزية. هل المواد العلمية صعبة؟ المواد العلمية طبعا هي صعبة، هي كل المواد صعبة، مو بس المواد العلمية، كل مواد الطيران بلا استثناء صعبة جدا. لكن بالدراسة كل شيء يصير سهل، وبالمواد العلمية انت تحتاج بس الأساسيات، يعني خاصة بالرياضيات. رياضيات ترى مو رياضيات اللي عميق، لا لا لا، يعني شلون تضرب، تقسم، تطرح، تحل مسائل صغيرة، يعني كلها راح تكون مسائل لها علاقة بالطيارة، بالوزن، بالشيء شيء ماس ان بالانس، يعني شيء عادي ان اي احد يسويه. كم تكاليف الدراسة؟ هذا اكثر سؤال يوصل. كم تكاليف الدراسة؟ الدراسة مكلفة جدا جدا جدا. يعني انا دفعت على دراستي 80,000 يورو تقريبا، هالحروة 80,000 يورو، وانا درست باوروبا، واوروبا غالية. وبعدين انتم عندكم هم اوروبا مقسومة قسمين، تكلمت عنها بالفيديو اللي طاف عن دراسة الطيران، اللي هو ايسترن يوروب راح تكون الدراسة ارخص فيه بوايد من وين ما انا كنت، يعني صوب لندن، ما لندن وهالسوالف، هالجهة هذه راح تكون دراسة غالية عن ايسترن يوروب. ف دراسة غالية. كم مدة دراسة الطيران؟ دراسة الطيران تدرس 18 شهر. المفروض انت متخرج ب 18 شهر، لكن عندك العامل الجوي، عندك العامل النفسي والعامل الدراسي. اذا انت شاد حيلك بالدراسة راح تخلص ب 18 شهر. اذا نفسيتك انت مستعد نفسيا انك تدرس، راح تخلص الدراسة كلها ب 18 شهر. واهم من كل هذا الجو، الجو يلعب دور كبير. يعني اذكرانة السنة اللي طافت 3 اشهر ما طرت، لان الجو كان خايس بايرلندا. اللي ما يعرف الجو بايرلندا جدا صعب، كل يوم مطر، كل يوم مطر، صيف شتاء كل يوم مطر وكل يوم برد. شنو افضل كلية طيران؟ ماكو شيء اسمه افضل كلية طيران. افضل كلية طيران بالنسبة لك اللي هيئة الطيران مال دولتك راح تقول لك روح ادرس فيها عشان تقبلك حق وظيفة. كذي تعرف افضل كلية طيران. واذا كلية طيران قالت لك مثلا بالدولة الفلانية او الدولة الفلانية او الدولة الفلانية، للامانة انا راح اختار الارخص. هذا رأيي الشخصي، لأن بالنهاية مهما درست داخل الكلاس وكذي لازم ترد تدرس بالبيت، ودراسة البيت راح تكون أكثر من دراسة الكلاسات. فأختار بالنسبة لي الأرخص والأفضل. عادي البنت تدرس طيران؟ إي طبعا عادي البنت تدرس طيران. إحنا كان معنا وايد بنات يدرسون طيران، ومعاي من دفعتي أنا واحدة تخرجت معنا تدرس طيران، فعادي. وفي بنات كويتيات يدرسون طيران، وبالإمارات في وايد كباتن بنات، فالبنت عادي تدرس طيران.
والفيديو اللي شفتوه بداية الفيديو، هذه واحدة تدرس معنا بالكلية طيران، عادي البنات يدرسون طيران. شدي حيلك. لازم أسوي فحص طبي خاص بالطيران قبل لا أسجل. طبعا لازم تسوي فحص طبي قبل لا تسجل، لأن لا قدر الله فيك شيء ولا شيء، فلوسك لا تقطع على الفاضي، حرام، لأن مبلغ جدا كبير اللي راح يندفع على دراسة الطيران، فلازم تسوي الفحص الطبي، شيء أساسي قبل لا تبلش. هل دراسة الطيران بأمريكا أسهل من أوروبا؟ شو هو ماكو شيء اسمه أسهل، هو الدراسة تختلف اختلاف كلي من أمريكا وأوروبا. أوروبا يعني مثلا عندك 14 مادة لازم تمتحنها، هذه ال 14 مادة مو موجود بأمريكا، بس مو معناته أن أمريكا أسهل، لا، عندهم امتحانات شفوية، ولما تروح الطيارة وتسوي امتحانك يعطيك امتحانات، وتوقع أن عندهم امتحان بعد، سمعت من واحد يدرس بأمريكا أنه يجمعوا لك كذا مادة بامتحان واحد وتمتحنه. مو أسهل، اثنينهم شيئين مختلفين، هذه دراسة وهذه دراسة، واثنينهم راح تاخذ عليهم ليسن. أهم شيء، أهم شيء هيئة الطيران مالتك شنو تطلب. أوكي، خلصنا العشر أسئلة الحين، بس عندي لكم سؤال بونص مني أنا، لأن هذا أنا دائما كنت أسأل نفسي، شنو الطيارة اللي بتعلم عليها، إيرباص ولا بوينج؟ لا هذه ولا هذه، غالبا راح تتعلمون على أساسنا محرك بيستن، فلا تحط ببالك إنه راح تتعلم على طيارة كبيرة وكذي، لا، الطيارة الكبيرة هذه راح تتعلم عليها إن شاء الله بالوظيفة، لها كورس خاص معين، هذه كله بوظيفتك إن شاء الله. فهذا سؤال أنا كنت وايد أسأله نفسي قبل لا أروح، لأن للأمانة إحنا ثقافتنا العربية ما عندنا يعني ثقافة الطيران القوية حيل، ف كنت يعني على قد يوم رحت اوكي حلم حياتي اني ادرس طيران، بس للامانه ما كنت اعرف عنه ولا شيء ولا شيء. الحين خلصنا كل الاسئله، فحاب اني اوريكم الليسن مالي. اوكي، هذا ليسن ايرلندي، حلو. انا كان ليسني الاساسي بريطاني، عندي الليسن البريطاني، يفرق باللون، اثنينهم نفس الشيء. شنو شلون شكل الليسن؟ هذا شكل الليسن، هذا شكل الليسن، عبارة عن أوراق لا أكثر، هذا هو، كل صفحة فيها ورقة يعتبر الريت مالك وانت طرت على شنو شنو سويت. هذا باختصار شكل الليسن. أتمنى أن بهالفيديو قدرت أجاوب على أهم الأسئلة، وأن أعطيتكم نقطة من وين تبلشون حق مستقبلكم دراسة الطيران. وإذا في أي أسئلة لا تترددون ان تكتبونها بالكومنت، راح ارد على واحد واحد فيكم ان شاء الله. فاذا عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله، سلام.